وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة تنظم ورشة للتشاور حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بحضور عدد من أعضاء الحكومة وبعض الخبراء في مجال التحول الرقمي والابتكار. الورشة تهدف إلى تطبيق استراتيجيات واضحة المعالم من أجل تنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي في بلادنا. تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بالدفع قدما بعجلة التحول الرقمي والابتكار، يتنزل لقاؤنا اليوم في رحاب العلم والمعرفة لنتدارس بين أبناء هذا الوطن الغالي موضوعا غاية بالأهمية، ألا وهو ما شكل وما مضمون استراتيجيتنا الوطنية للذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الورشة في وقت تتسارع فيه وترك ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يحتم علينا تحديد رؤيتنا لاستراتيجية وطنية في هذا المجال تصبو لتحقيق أهداف طموحة وتحدد مسارات العمل التي ينبغي أن نباشرها دون تأخير. توفر الثورة السريعة والبعيدة المدى للذكاء الاصطناعي فرصاً غير مسبوقة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ذلك أنها تمكن من رفع أداء ونجاعة العمل الحكومي، وتحمل في طياتها فرصاً حقيقية لمعالجة العديد من التحديات الملحة في مجالات كالاكتفاء الذاتي والمياه والوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية، فضلاً عن رفع إنتاجية المؤسسات في القطاعين العام والخاص. ولا ينبغي أن نغفل إلى جانب فوائده ما يثيره الذكاء الاصطناعي من مخاطر اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، كتضخيم الفجوة الرقمية بين البلدان وإشكالات التحيز والشبابية والخصوصية والمساءلة. وضمت الجلسات الخاصة بهذه الورشة عروضاً عن الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والابتكار والسياسات المتبعة للمضي قدماً نحو الذكاء الاصطناعي. وأكدت الجلسات على ضرورة اتباع استراتيجيات وطنية طموحة وقابلة للتنفيذ والمتابعة المسؤولة، مما يتطلب جهوداً مشتركة وتعاوناً مستمراً بين القطاعات الحكومية والخبراء الممارسين والباحثين والمبتكرين والمقاولين المبدعين والقوى الحية في المجتمع من أجل بناء مستقبل واعد يعتمد على التكنولوجيا.